عاجل زلزال جديد يضرب محافظة ملاطية التركية. أفادت وسائل إعلام تركية إن زلزالا بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس محافظة ملاطية شرق الأناضول. وحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد، فقد تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجات عند الساعة 12:34 من ظهر اليوم، وكان مركزه منطقة يشيل يوروت على عمق 5 كيلومتر نطاق الارتداد. ولايات عدة شعروا بهذه الهزة. وقال والي ملاطيا: لا يوجد خسائر بسبب الهزة التي ضربت المدينة منذ قليل. هل شعرتم بهذه الهزة؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. نتمنى لكم السلامة وإلى اللقاء.